يواصل مهرجان التراث السنوي تقديم العروض التراثية للمواطنين حتى 21 من الشهر الجاري تحت شعار موجات صوتية من بحريننا. هذا المهرجان بات وجهة عائلية لأهالي البحرين وزوارها، خصوصا وأنه يستعرض التقاليد البحرينية في قالب متميز للأجيال الحالية. التفاصيل في سياق التقرير التالي. ألحان خالدة يتغنى بها مهرجان التراث السنوي في نسخته 24، ينقلنا من خلالها إلى زمن الأجداد ليستعرض فيها موروثنا الثقافي الغني عبر العروض الحية للحرف اليدوية المتنوعة والأغاني التراثية والأطباق الشعبية. مثل ما الجميع عارف أن البحرين قنية بهذا الموروث، أرض عندنا أرض خصبة تملك الكثير في جميع المجالات، فعندنا يوميا موجودة معنا الفرق الشعبية في مجال فن الصوت، مجال فن فنون البحر، فن الفجري والفنون الأخرى العرضة والفنون الأخرى أيضا موجودة عندنا، وإحنا من خلال هذه الفرقة نقوم بتوضيح هذه الأغاني ونقدمها بطريقة تلائم الذائقة الحديثة، وممكن يعني من خلالها ان احنا نستقطب الاجيال الجديده حاليا المتقربه بالاغاني الغريبه، ونخليهم يحبون طبعا اغانينا البحرينيه. وفعلا لقينا ان هناك اقبال كبير جدا من الشباب البحريني. فعاليات متنوعه، برامج مسلية تنقل الصغار إلى عالم الأجداد يتعلمون فيها كل ما كانوا يقومون به في ذلك الزمن الجميل. فركن الأطفال يقدم لهم ورش عمل في صناعة السلال وابتكار القصص التراثية وتلوين مجموعة من الرسومات تمثل تلك الحقبة من الزمن بروعتها وجمالها. أول ما سمعت أن في حفلة استانست، ويعني أنا أحب الأشياء الشعبية، وسمعت يعني الأغاني الشعبية التراثية واستانست وايد، فجيت اليوم مني عشان أطلع على الأشياء التراثية. وهذه فرصة، وخاصة الجيل الجديد يتعرف على يعني التراث الموجود والعادات والتقاليد، خاصة أن بعض الصناعات التراثية تقريبا انقرضت، وخاصة هذه الأجيال الجديدة ما عندها فكرة. فهذا المهرجانات التراث التي تقام سنويا هي فرصة، وخاصة الأجيال الجديدة. نحن شفنا أشياء صراحة هنا انبهرنا فيها من زمان ما شفناها، فلما شفناها هنا يعني ردتنا إلى وراء يعني عدة سنوات. فهاي الأشياء يعني مثل ما تقول لازم نحافظ عليها للأجيال اللي بتي واللي بعده. استدراج مكامن الجمال في الموروث الشعبي البحريني بأشكاله المختلفة من خلال مهرجان التراث السنوي يبين للأجيال الحالية والقادمة أهمية المفردات الجمالية التي يتمتع بها تاريخ البحرين العريق. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.